الموازنات الكبيرة جدا بحجم عدد سكان العراق 41 مليون هي قد تكون موازنة لأكثر من 100 مليون، لكن في الواقع أنها تتبدد وتذهب من دون مشاريع. يعني في أي حي من أحيائنا السكنية الآن الشوارع يعني بلا تبليط، وهذه أبسط الخدمات. بغداد يعني لمدة ساعتين قبل أسبوع تقريبا بسبب الأمطار يعني تعرضت للغرق العديد العديد من الأحياء السكنية وتضررت بيوت المواطنين. للأسف نعم، هذه المشكلة، أن الموازنة ينبغي أن تكون من تصميم الحكومة، من تصميم وزارة التخطيط، هي الجهة المعنية بكل مؤسساتها لدراسة الواقع العراقي ووضع هذه الموازنة بالتنسيق مع وزارة المالية. إيش قد عندكم مبالغ، ولأن هل قد عندنا مشاريع خدمية تخدم المواطن العراقي في كل مكان من العراق. للأسف لاحظنا أن الموازنات تذهب إلى البرلمان وتتحول إلى مسألة مناكفات ومسألة مساومات، وكل طرف يريد أن يعطي لمشروع، يبتكر مشروع في منطقته، مشروع معين ليس الغاية لتقديم الخدمات للمواطن، وإنما الغاية لضمان وجود الأموال اللازمة لسرقتها. هذه مشكلة، مشكلة الموازنة، إن البرلمان ينبغي أن يكون رقيبا على الحكومة، وفي حال أغفلت الحكومة من خلال وزارة التخطيط بهذه الرؤية الاستراتيجية ل4 سنوات، يفترض أن يكون البرلمان هو العين الرقابية لتبصير الحكومة، ولكن للأسف لاحظناها وكأنها غنيمة، الكل يريد أن يأخذ طرف من عندها حتى تتحول القضية إلى قضية شخصية وقضية حزبية وقضية مكوناتية وقضية جهوية، وبالتالي المواطن يترك ويضرب عرض الحائط، بينما القوى السياسية جميعا تبتلع الأموال وتضمن تأمين عملية شراء المواطن في يوم الانتخابات. نعم. والمواطن عندما يبيع نفسه بسبب المال إنما باع ضميره وباع وطنه.